مساء الخير أعزائي المشاهدين من استديوهاتنا بستة أكتوبر. معانا رمز للصناعة الغذائية في مصر. فكرت كتير أقدمه إزاي وأقول اسمه على طول، وأقول رجل من الطراز الفريد. لا، أنا هقول رجل من الطراز البهي الجميل، رجل من الطراز العلاء المرتفع السامي. معايا ومعاكو النهاردة مشرفني في فضفضة مع روبير على قناة الصحة والجمال المهندس المصري رجل الصناعة الغذائية، مهندس علاء البهي، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة فانسي فود. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، أهلا بيك. منورني، فعلا منورني جدا، ومشرفنا وجودك معانا. الله يخليك، متشكر جدا. بقالنا اسبوع بنعمل التنويه والناس كلها منتظرين حضرتك نتكلم عن حاجات كتير، بس قبل ما نبدأ في الحاجات الكتير هسألك السؤال اللي دايما بنبدأ بيه فضفضتنا. احنا بنفضفض، مش لقاء اللي هو مين هو المهندس علاء البهي؟ الناس عايزة تعرف مين هو المهندس علاء البهي. مهندس علاء البهي مصري. أيوه. بدأ حياته مصدر بعد ما اتخرج من الجامعة وعمل دراسات في التكنولوجيا الأغذية، وبعد كده بدأ يشتغل في مصر في التصدير. من التصدير جت فكرة الصناعة، ليه بنصدر خامة، وبدأت من هنا مشوار الصناعة. الكلام ده كان في السبعينات. مشوار الصناعة بدأ سنة 80، أو الحقيقة من 78 بدأنا التفكير في المشروع والدراسات. المشروع اتعمل سنة 80-81، كان أول مصنع لتصنيع الفول السوداني، لتصديره بدل ما نصدره خام نصدره بروسيست، مصنع مغلف في أغلفة مختلفة. ده حضرتك أنت نطيت حتة كبيرة قوي وكنت متشوق الناس تسمعها، اللي هي ليه ما اشتغلتش في الحكومة؟ ده موضوع بسرعة جميل. برضو نقط صغيرة. احنا بنتكلم على ناس اتخرجت في سنة 70. 70 كان مرتب خريج الجامعة 17 جنيه بس. كان الجنيه جنيه؟ كان الجنيه جنيه، بس ال 17 جنيه ما كانوش يغطوا طموحاتي انا وطموحات ناس كتير. تمام. فكان ما ينفعش ان انا اتوظف في الحكومه. تمام. كان في الوقت ده يمكن فتك المير يتمرغ في ترابه، المثل المعروف. لا، انا رفضت ان انا اشتغل في الحكومه، فكان لازم اشق طريقي بنفسي، وطريق صعب في بدايته. تعبت. دايما تعبت اكيد، ولازم الواحد يخربش في الصخر علشان يوصل للي هو عايز يوصله. يبقى انت شايل حياتك وحياة اسرتك على كفك، لازم تشتغل بجدية، ولازم تغطي مصاريفك وتغطي طموحاتك. انت عندك طموحات، وده اللي خلاك قلت انا هشتغل بنفسي. تمام. فده اللي انا عملته. وخربشت في الصخر. وخربشت في الصخر. وكنت بتروح السوق في ألمانيا الساعة 2 الفجر علشان تتفق. مظبوط، لان سوق الخضار والفاكهه بيبتدي قبل كده. أي. فانا كنت انزل من البيت الساعه 2 صباحا، اركب الاتوبيس واوصل لحد سوق الجمله بتاع الخضار عشان اتفق مع التجار اللي هناك ان انا اورد لهم خضار من مصر، فاصوليا خضراء، وكنت بجيبها من شركات القطاع العام المصدره في هذا الوقت من مصر. وكنت بتدرس او وقتها يعني؟ كنت بدرس وقتها. وكنا بنشتغل شغله تاني. ما هو ده اللي كنت بعمله. حلو. ولما نزلت مصر ابتدينا نفكر نصدر. بالظبط. والسوداني عمل معاك ايه؟ السوداني كان من ضمن الايتمز اللي انا اشتغلت فيها. ايوه. بس توسعت فيه. وكنا بنشتغل شباب، كنا صغيرين، كنا في العشرينات طبعا. تمام. بدات اشتغل بجدية في السوداني، وحسيت ان السوداني ده يعني رزق جنب الحاجات التانية اللي انا كنت بشتغلها. بس كان موسم السوداني كان بالنسبة لنا مهم جدا. موسم الفول السوداني كنا بنصدر فول سوداني خام. أي. يعني
خام بقشره او مقشور بيتنقى بالايد، وده معروف اتش بي اس ان هاند بيكت اند سيلكتد، وده ماركه او صنف عالمي بيتصدر. انما انا فكرت طب في المانيا وفي العالم كله السوداني موجود في كل بيت بس في علبه او في كيس، فليه انا اصدره خام واسيب غيري يصنعه؟ طب ما نصنعه في مصر. كانت البدايه كده، دي بدايه الافكار، دي بدايه الافكار، ان انا ليه غيري كذا وانا اقدر اعمله، اقدر اعمله حلو. يعني انا انا بعيد الفكره، انا لما بعيد علشان ان بعمل عليها خطين عشان الناس تنتبه لها. اتفضل يا فندم. في الوقت ده انا لقيت ان هناك دراسه موجوده عن مصر من اليونايتد نيشنز عن تصنيع الفول السوداني في مصر وتصديره مصنع. تمام. جبت هذه الدراسه وبدات ادرسها، لقيتها طبعا دراسه ارقامها كلها قديمه، انما كان البدايه ان انا ابدا احدث من البيانات، احدث من التكنولوجيا المعموله بيها، احدث من الاسعار والتكاليف بتاعتها في كل حاجه. وعملت كده، عملت كده بحيث ان انا بقيت فاهم النهارده، واتصلت بشركات في العالم كله اللي بتورد المكن ده في دول مختلفة عشان اشتري المكن اللي اصنع بيه الكلام ده. وساعة لما اتصلت، احب انبه السادة المشاهدين، لا كان في انترنت ولا كان في، كنا شغالين بالفاكس، كنا شغالين بالتيلكس. بالتيلكس يعني كان الدنيا مش اوبن زي دلوقتي خالص. لا كان تيلكس في الاول، كان تيلكس، كانت صعبة يعني. احنا بنتكلم على السبعينات. يعني لما خربشت، خربشت جامد. اكيد ده القصد. اكيد ما كانش ان انا وانا قاعد كده اقول وادوس على مصنع كذا يطلع لي 50. لا لا، ما فيش الرفاهيه دي. لا كان عندي او بدور على في كتب او غرف تجاريه بتسالها مين بيورد كذا، او المكاتب التجاريه للدول المختلفه. ومن هنا كنا بنبتدي نشتغل. وصدرت ل 40 دوله اوروبيه تقريبا. صدرت 40 دوله اوروبيه. ده في السيريال لما عملت الكورن فليكس. كنا مصدر ل 40 دوله، انما في السوداني كنت بصدر لمنطقه شرق اوروبا بالكامل. بالكامل بالكامل، من البحر الاسود لحد فوق خالص في بولندا وشرقا روسيا. فاخدت جميع دول شرق اوروبا في الوقت ده كنت بصدر لها، لحد ما حصل التطور الاقتصادي في شرق اوروبا. ايوه. سنه 89 فتحولت هذه الدول من الشغل مع الشركات الحكوميه والاتفاقات الدوليه الى شغل قطاع خاص. فبدات افتح شركات، لان مش عايز اخسر الاسواق، فبدات افتح شركات تجاريه في بعض من هذه الدول. كان يعني على راسهم ايوه اتفضل روسيا، اوكرانيا، اشتغلنا بولندا ورومانيا، لان رومانيا من البدايات من ايام شاوشيسكو كنت بصدر لها. من ايام شاوشيسكو بقى المهندس علاء البهي بقى بيصدر للمهندس علاء البهي اللي في روسيا. مظبوط. يعني انت عملت شركه انت بتصدر وبتستورد. وبستورد وتتوزع. ووزع طبعا. وكنت ماسك الستاف او الموظفين بقبضه من حديد، دي هنقولها بسرعه، اللي هو كنت بتديهم تعليمات ممنوع ان حد بعد الساعه 8 يخرج بره. لان في الوقت ده كان في قلق، كان في من قلق المافيات والكلام ده كله في روسيا بالذات. فكان بديهم مش تعليمات، يعني بطلب منهم انهم مفيش سهر. لان السهر هيحط عين المافيا عليه. نرجع لبيوتنا بدري، لان انا كان معايا مجموعه من المصريين انا بدات بيها. ثم تم تعيين روس. حلو. عشان احنا مواضيعنا كتير هننتقل. بعنا البيناتس او طلعنا من الشركه البيناتس. وعملنا ايه؟ وعملت مصنع لتصنيع وجبات الافطار السريع اللي هي الكورن فليكس. وما شابه ذلك. احكي لي عنها بسرعه، وازاي بعت الميه في عرض السقايين. يعني نقولها، وانا عجباني قوي الحته دي، بس قولها لي طلعت ازاي. لا هو كان الموضوع موضوع ان انا عايز اتطور بقى من صناعة الفول السوداني إلى حاجة تانية، فبدأت أفكر في مشروع آخر. المشروع الآخر ده كان الأول حاجة مختلفة. اتصلت كان جنب مكتبي مكتب للأمريكان إيد في الوقت ده، فطلبت منهم عمل دراسة، قال لي أنت عايز تعمل إيه؟ نساعدك فيه. فساعدوني إنهم جابوا لي خبير من أمريكا يعمل لي زي دراسة عن
كنت عايز اصنع البيبي فود اللي هو اغذيه الاطفال. تمام. بطريقه معينه. فالراجل بعت تقرير قال ما رشحش ده، ارشح حاجه تانية. قالوا لي طيب في 6 خبراء موجود اساميهم والاتصالات بتاعتهم، لو تحب تكلم حد. كلمت، اخترت حد مصري معاه دكتوراه، عايش في امريكا بقاله سنين، متزوج هناك وبيشتغل في مركز كان طلع معاش في الوقت ده، انما هو كان في جيربر. جيربر دي من اكبر شركات في العالم لصناعه غذاء الاطفال. غذاء الاطفال. اه طبعا. اه بالمناسبه بقولها لك على الهواء، احنا ان شاء الله بدون مقاطعه احنا هنصنعها هنا في مصر، مهندس جاد زكريا هيعملها وهنصدرها بره. جميل. جميل مع جدا، مع التعاون مع وزاره الزراعه. هايل. ده خبر حصري. اه طبعا ده كويس جدا. اتفضل. حقيقه يعني. ف قال لي لا تعالى نعمل حاجه تانية بنفس المكان اللي انت بتتكلم عليه، اللي هو نتنقل الى وجبات الافطار بقى، الكورن فليكس والبوبس واللوبس والكلام ده كله. تمام. فبدات هذا المشوار بناء مصنع اخر في 6 اكتوبر. تمام. وبدات بخط انتاج صغير جبته من امريكا مع الراجل ده، الحقيقه ساعدني فيه. وبعد كده جبت الافران وكده من شركات انا كنت اعرفها، كنت اتعاملت معاها قبل كده، لمصنع الفول السوداني امريكاني برضو. ومن هنا بدات المشوار. أيوة. وبدات بالخط الصغير ده واشتغلت محلي. كان الناس ما تعرفش يعني ايه كورن فليكس في الوقت ده. ده اللي عايز اقوله، ازاي جالك قلب تجيب الفكره دي لينا احنا كمصريين ومش متداوله؟ ما هو ده ريسك برضه. ريسك اكيد. يعني هنا بنتكلم اللي هو لا انت عملت الصعب. انا بختار سلعه جديده. ايوه، حته السكه الجديده. ما حضرتك مطور. انا ما بحبش اقلد. يعني انا بحب اخش بصناعه جديده. أيوة. موجوده في الخارج. ايوه، عليها استهلاك عالي جدا في الخارج. انها بس الماده دي مش معروفه في مصر، او الاكل ده مش معروف في مصر. قلت ليه لا؟ فانت بتجيبه مصر. تمام. وبتاخد الريسك. مشوار بيبقى طويل شويه. انك انت بتعلم الناس ياكلوا ده ويبقى عاده استهلاكيه عندهم. الكورن فليكس كان بتصنعه في الوقت ده بيسكو مصر. انما بخط قديم شويه. تمام. وكان الكواليتي اللي طالعه منه ضعيفه جدا. انا قلت طب اعمل ده. عملت ده فعلا، وجبت مكن حديث، وده كان اهم حاجة انا بعملها لما بشتري مكن، بشتري احدث مكن. احدث مكن. احدث مكن ومكن غالي. علشان انا بقول انا مش هاكل الانتاج ده، انا هبيعه. أيوه. عشان اعرف ابيعه يبقى لازم يكون المكن جيد جدا. أيوه. من شركات معروفة، وانا كنت بعمل كده طول عمري. تمام. فجبت المكن ده وبدأت اشتغل. في الاول الناس مش عارفة، التجار مش عارفة ده ايه. تدريجيا بالاعلانات في التلفزيون، ونقول ازاي تاكل ده وتطلع لبن ساقع من الثلاجه. لان انا صرفت على التكنولوجي كتير قوي عشان تاكله فريش، تاكله مقرقش. لو حطيت لبن سخن باظ الاكله، باظت يعني، فما ينفعش. فكنت لازم تعلم الناس. الناس واخده في مصر على السيريال السخن، زي البليله، ما هو سيريال مثلا بتتاكل سخنه، حاجات زي كده. فانا قلت لا، لازم نطور من هذا الكلام ونعمله، نعلم الناس ياكلوه بلبن ساقع ويبقى طعمه احلى بكتير. عملنا كده وبدانا ننتشر في القاهره، بعدين اسكندريه معاها تقريبا، ثم الوجه البحري. بدانا بالمنصوره ثم طنطا وهلم جر بقى، الاسماعيليه، لمحافظات القناه، شركات بالشركات، فروع للتوزيع. حلو. احنا ازاي صدرنا لدول العالم الكورن فليكس وصدرته لامريكا اللي مصنعه الكورن فليكس هي المبتكرات؟ ازاي بعته هناك؟ النوعيه والسعر. يعني لازم انت تقول انا عايز اصدر. التصدير بيبقى كمياته كبيره. طبعا. كمياته كبيره يبقى القرش فيه هيبقى كتير. تمام. فده اللي كنت ارخص في السعر عشان ابيع. ما دام كسبانه حاجه بسيطه اشتغل، وربنا بيرزق. تمام. فانا كنت بعمل كده، وكان المعارض الخارجيه في منتهى الاهميه، هي اللي عرفتني بكل العملاء اللي انا صدرت لهم ل 40 دوله في الوقت ده. المعارض الخارجيه هي اللي عرفتك بالعملاء بتوع ال 40 دوله؟ ال 40 دوله. طبعا. وبمناسبه ان حضرتك معانا وكنت الرئيس السابق للمجلس التصديري،
احنا ماشيين في المعارض، يعني احنا مصر قويه في المعارض هو دي. طبعا في اليومين اللي فاتوا ده حصل هبوط شويه، تمام. قبل الكورونا برضو كان في هبوط شويتين، تمام. ضيق ذات اليد خلينا نسميها كده، الحكومه ما عندهاش تمول اللي كانت بتعمله زمان في تمويل. كان طبعا في الاول الامريكان ايد كان بيساعد ايوه فعلا في المعارض الخارجيه، وطلعنا للمظهر الجيد وتعودنا على كده. وبعد كده جت شركه اسمها اكسبو لينك، اكسبو لينك عملت مفعول كويس جدا جدا برضو في المعارض الخارجيه، انما كانت بتوري مصر بطريقه مختلفه، طريقه جيده، فكانت بقينا يعني مركز الناس، جذب للناس وللمستوردين ان هم يجوا يشوفونا ويشوفوا منتجاتنا. في الوقت ده تطورت المنتجات في الثمانينات، تطورت المنتجات، مصنع الكورن فليكس ده اتعمل في التسعينات. ايوه في التسعينات كانت الصناعات في مصر بدات تتطور، التعبئه بدات تتطور، والديزاينز كان بدات تتطور، وكان بدات يبقى في طفره في الصادرات. طلب منا كنا ان احنا نضاعف التصدير، كان في الوقت ده 8 مليار دولار. ال 8 مليار دولار دي اتضاعفت فعلا، كان المهندس رشيد هو اللي طالب مضاعفه الصادرات، واتضاعفت في 5 سنين تحت رئاسه حضرتك في الوقت ده. في الوقت ده انا كنت رئيس المجلس التصديري فعلا، تمام. انما قبليه كان المهندس هاني بيرسي، وبرضه عمل نشاط كويس جدا، تمام. وبعدين انا جيت بعده كملت الحقيقه، ووصلنا الصادرات الى اكثر من الضعف في 5 سنوات. 5 سنوات وصلت ل 16 مليار دولار، عدت ال 16 مليار، عدت وصلنا ل 20 مليار تقريبا، تمام. فده كان طفره جامده جدا جدا طبعا. جاء بعد كده ايام الاخوان، كان طبعا في هزه ايوه في الاقتصاد كله، لان طبعا المصدر خايف اه وعايز يطلع فلوسه بره بالعربي كده، فكان الحصيله قلت شويه وضعفت. ايوه قعدت على كده فتره، ايوه لحد ما بدا السوق يستقر بعد التغييرات اللي حصلت سياسيا في مصر، تمام. وان الاخوان يمشوا، ايوه ده كان مهم جدا جدا لاستقرار الاقتصاد. طبعا. بقى في اقتصاد، يعني استقرار سياسي واقتصاد واقتصادي في نفس الوقت، طبعا. ودول مرتبطين ببعض طبعا. اكيد. فالاستقرار الاقتصادي ده ادى الى تنميه الصادرات، ادى الى تنميه الانتاج الصناعي اللي انت هتصدره، بدل ما نصدر خامات لا انت هتصدر منتجات نهائيه. لان في السابق في الازمنه القديمه كنت يا دوبك بتطلع خامات زراعيه او غيرها وبتصدرها، تمام. احنا لا، بدانا نصنع هذه الخامات وبدأنا نشتغل عليها، وبالتالي بدأت صادراتنا تزيد إلى أن وصلت العام الماضي إلى 30 مليار. 30 مليار سيادة الرئيس السيسي طلب مضاعفتها كذا مرة، إن احنا نعدي 100 مليار. هو دي عادة الرئيس دايما، يعني بالظبط. سرعة. وأنا عايز أقول إن كل ده ممكن. نقدر. أكيد نقدر نصدر فوق ال 100 مليار. ممكن نصدر فوق ال 100 مليار واقفين لو ليه؟ تكاتفنا مع بعض. لو تكاتف. وهنتكاتف، أنا عايز أقول لك كده. الدولة بتدعم. وكان في الدعم كان وقف. تمام. الدولة السنة دي دفعت للمصدرين حتى القدام الدعم اللي كانوا بيستحقوه على تمام. الصادرات. تمام. ودعم بمبلغ مش قليل. حلو. هذا الدعم أنا بعتقد إنه هيستمر. ياريه. أنا بطلب ان الدعم ده يبقى برضو في منه جزء للمعارض الخارجية، مش كل تكلفة المعرض، لابد ان المصدر يتحمل جزء كبير من هذا العبء، تمام. انما المساعدة ممكن تكون من الحكومة مثلا في الاستندات. يبقى الايجار الارض، لان كان دايما بيحصل تأخير في سداد قيمة او ايجار ارض المعرض. أيوة. فنتيجة للتأخير كنا بناخد مواقع ما هياش جيدة، لا ندفع بدري وناخد فأنا حتة ندفع على بدري، المصيف. يبقى المصدر يدفع إيجار الأرض في الأول. أي. ده اللي أنا متخيله، الحكومة تدفع الاستندات، والمصدر بيرجع بعد كده بيتكفل بشحن عيناته وبمصاريفه هو في السفر والاستاف بتاعه وكده. والحكومة لو دفعت جنيه هيرجع لها 3 4 دولار. 5 دولار. 5 دولار. 5 دولار. يعني لما تدعمني بجنيه وبتاخد أوكي. 5 دولار. 5 دولار. 5 دولار العائد للدولة. يبقى قيمة الصادرات يعني. نرجع تاني ونوجه رسالة للسيدة الفاضلة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. محتاجين معارض، طبعا بعد كورونا أكيد، محتاجين دعم المصنعين، محتاجين نزود الصادرات زي ما الرئيس قال،
عايزينها توصل لل 100 و120 مليار، نشوف ايه اللي محتاجينه كدوله والمصنعين جاهزين ونعمله. هطلب من حضرتك، احنا اتشرفنا وخدنا جوله جميله في مصنع حضرتك، مصنع فانسي فود، وجوله رائعه، مصنع جميل جدا فوق الممتاز، بس لو قعدت اتكلم فيه من هنا لبكره غير لما الناس تشوفه. استاذن حضرتك ومعانا تقرير نبص عليه مع بعض. أوي اتفضل. نطلع تقرير ونرجع تاني للباشمهندس علاء الباهي. مساء الخير، واحنا بنتجول في فانسي فود حبينا نبدا الموضوع من اوله. معانا المهندس احمد. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. ايه المكنه العظيمه دي؟ ده نظام اوتوميشن اسمه سايلو. تمام. السايلو ده بيقوم بسحب الخامات كلها مره واحده. تمام. خاصه باسم المنتج، احنا النهارده شغالين منتج باي. تمام. الباي ده بيتم بظبط المكنه على الرزق اللي انا عايزه. ايوه. بيتم سحب الخامات كلها مع الدقيق. بنظبطها من الشاشه. بنظبطها من الشاشه وبيتم سحبها مره واحده. ايوه. بعد ما بسحبها بيتم الضغط على الزرار بتنزل الخامات كلها اوتوميشن. هي كده انا شايف من هنا، هي بتنزل وبتنزل دقيق، بتنزل عجين، دقيق وخامات، بتنزل خامات، خامات اللي هي الجافه كلها. انا حتى هنا طالعه اهي. تمام. بتنزل كلها بنظام السايلو. وبعد لما بتنزل هنا بعد كده باخد الخامات بحطها على الميكسر. بعد ما بتنزل بتتنقل على المكنه دي؟ بتنقلها على الميكسر. على الميكسر. الميكسر بيعمل عمليه خلط، ميكسنج. ميكسنج ما بين الميه والتلج. الميه والتلج والخامات، والخامات الزبده او السمنه او كلام زي كده. حاليا احنا نقدر نفتح دي ونبص عليها ولا لا؟ إيه؟ العجين يخلص. لازم العجين يخلص. لازم يخلص. بتاخد قد ايه بقى العجنه ديت؟ 9 دقائق. 9 دقائق. ويبقى كده اتعجنت. تمام. اللي هو المنتج يطلع على السير وبعد كده هو يتغلف تغليف الطريقه. يطلع على الخط، على يعني خط المكن، على الخط الانتاج. ايوه. بتشكل العجينه بعدين. أيوة. بضيف لها المارجرين. ايوه. برده بيتم اضافتها على خط الطريقه اوتوميشن. تمام. بعد كده بتتشكل ليرز. ايوه. بعدين بيتم تقطيعها حسب الوزن والشكل، الوزن والشكل اللي احنا عايزينه. طبعا احنا المنتج دوت جديد واحنا فخورين بيه ان هو موجود في مصر. الباشمهندس علاء البهي دايما بيتحفنا بالشغل الجديد. هو بيحب دايما يبتكر او يجيب لنا الجديد دايما. صح. يعني من بعد تيمز وبيناتس هو بيجيب لنا الجديد. طب شكرا لحضرتك، وانا انتقل لخط الانتاج. شكرا. واحنا في مصنع فانسي فود، المهندس مينا، استاذنك تعرف نفسك فندم. اسمي مينا فكري، مدير انتاج لقطيع المخبوزات. طبعا كنت مبسوط جدا ان انتميت للكيان الكبير دوت، يعتبر من اكبر المصانع واول المصانع الموجوده في مصر في صناعه المخبوزات المجمده. وطبعا يعني سعادتي كانت ان انا بشتغل مع المهندس علاء البهي اللي هو الاسم الكبير في الصناعات عموما. طبعا احنا هنا في البدايه استفدنا من خبرات اليابانيه والالمانيه في الخطوط وفي التشغيل. وبالاضافه كده اهتمينا برضو بالعنصر البشري. احنا هنا كل اللي شغالين عندنا مصريين في البدايه، بس اخذنا الخبرات اليابانيه والالمانيه في تشغيل الخطوط واهتمينا بالعنصر البشري في التدريب والتطوير. وطبعا المنتجات بتاعتنا من افضل المنتجات لانها كلها ما فيهاش مواد حافظه. طبعا المستهلك بيستمتع بالجزء اللي هو تسويه المنتج في البيت، ودي حاجه ده رائع، مش موجوده في اي صناعه او في ده أي جديد. ده جديد، ده جديد بالظبط كده. يعني نفس المنتج ده جديد في مصر كلها. بالظبط. في جمهوريه مصر العربيه. هو موجود بره بس احنا هنا بنعمله جديد وبضخامه الاستثمار الموجود. يعني كل المكن زي ما حضرتك شايف اوتوماتيك. ضخامه الاستثمار مش موجوده في مصر. طيب احنا عندنا كم منتج تقريبا بنصنعه في المخبوزات؟ تقريبا يعدي 50 منتج. 50 منتج. عندنا 50 منتج. تمام. بجميع المقاسات، بجميع الاسعار. شغالين بي تو بي، شغالين ريتيل، شغالين بي تو سي. بنوزع يعتبر في كل الاماكن. ايوه. شغلنا تصدير برضو. فالمنتجات عندنا في قبول جامد جدا، بالذات لما تعرف ان المنتج ما فيهوش مواد حافظه. احنا واخدين طبعا شهادات ISO BRC
فنقطة العجين والاهتمام بالعجين وسلامة المنتج دي من أولويات اهتمامنا. ودي من الشهادات دي طبعا بتساعدنا لو على التصدير ودوت اللي واخد عليه الباشمهندس علاء البهي. بالظبط. والاستاذ سامر ده دايما هم شغالين على نفس الشغل. ده رائع جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. ومعانا لقاء دلوقتي مع الباشمهندس محمد مدير من مديرين الانتاج. مساء الخير باشمهندس. عرف نفسك فندم. المهندس محمد عمر مدير انتاج الحكاوات وقسم الحلواني. طيب احكي لي شويه عن فانس فود وحلاوه فانس فود وبتصنع ايه؟ ربنا يخلي حضرتك. بص للكاميرا ونحكي للجمهور. وحضرتك احنا الحشوات بتاعتنا بتتميز انها بيكستيبل اللي هي بتتعامل معامله حراريه ما بتتاثرش. دي حاجه من الحاجات القليله في مصر اللي هي الحشوات اللي ما بتتاثرش بتدخلها في الحراره دي حاجه قليله في مصر. عندنا حشوات سبانخ، عندنا حشوات جبنه وزيتون، عندنا جبنه وزعتر وزيت زيتون، عندنا شوكولاته، عندنا كاستر، عندنا احنا شفنا الشوكولاته. احنا بنصنع الشوكولاته، احنا بنصنع الشوكولاته هنا. بنعمل منتج كلاسيك، منتج فانسي فود باسم الشركه. عندنا شوكولاته بيك ستيبل اللي هي بتدخل بتتعامل معامله حراريه ما بتتاثرش، ودي بتبقى جوه الفطاير. يعني لما تخش في الفرن ما هي القوام بتاعها ولا بتسيح ولا بتأثرش في الحراره. انا خدت بالي يعني فعلا مش اي شوكولاته اللي ينفع فعلا. احنا الحمد لله من الشركات القليله اللي تكاد تكون في مصر بتنفرد بالحته دي. المنتجات دي اول ما اشتغل فيها فعلا، وانا بعتبر اني استفدت من الباشمهندس علاء البهي في حاجات كتير قوي. هو رائد من رواد الصناعات الغذائيه من اكتر من 40 سنه. مستر الراجل ده اللي مش عايز اقول لحضرتك ان فعلا يمكن كل فتره وجيزه بنلاقي خط جديد بيتركب، مكنه جديده بتتركب. يعني انا عندي ان شاء الله الفتره اللي جايه عندي مكنه هتعمل لي 1000 طرطايه في اليوم. 1000 طرطايه في اليوم ان شاء الله. مكنه جديده جايه المصنع. طب ده خبر حصري كويس جدا. عاجبني قوي الكب كيك والمخبوزات اللي انا ممكن الولاد قبل ما يروحوا المدرسه المدام تحطها في الفرن ربع ساعه نص ساعه. لا منتجات الحلال دي مش اكتر انها بتعملها ديفروست وبتشتغل على طول. بس يعني هي جاهزه ومتجمده. جاهزه صح كده؟ انا فاهم كده بالظبط. بتتجمد مجرد ما تلاقي فلوس بنحلها التجميد بتشتغل بتبقى زي الفريش بالظبط. ونشم ريحه الفريش. كل منتجاتنا بزبده طبيعي. عندنا ميزه ان احنا منتجاتنا هيلثي. انا ما بحطش مواد حافظه في اي منتج من المنتجات بتاعتنا. ما هو ده، ما هنا الجديد ان هو ده هو لسه امن ان احنا بناكل منه وبناكل ولادنا قبل ما ناكل للجمهور. ودي ميزه فعلا يعني. واحنا عندنا كم منتج في الحلويات لا حضرتك انا عندي زي ما قلت لسيادتك انا عندي حوالي 30 منتج حلواني. احنا النهارده وسط المكن والحاجات الجميله ديت والمخبوزات الرائعه بنشكركم وبنشكر فانس فود على استضافتكم لينا النهارده. وان شاء الله جمهور فضفضه يبقى يتعرف على الحاجات ديت باذن الله. ومستنيين زيارات ثانيه لكم باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله مع المكنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. شرفت فضفضه مع روبير. شكرا لحضرتك. شكرا. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير الجميل من المصنع الرائع اللي شفناه، ومع رائد من رواد الصناعات الغذائية المهندس علاء. رجعت لحضرتك، وقبل ما نخش على المصنع احنا عمان سيبنا الكورن فليكس ازاي؟ الكورن فليكس المصنع ده كان كبر من خط انتاج صغير، بقينا 8 خطوط انتاج جديدة. كل مادة بنشتري خطوط انتاج بتكنولوجيا احدث. كانوا مصنعين كبار وشركة تجارية. الحقيقة لما وصلنا ل40 دولة تصدير وشغل كبر قوي في أمريكا وفي اليابان وفي كندا، طمع فينا الشركات الأجنبية الكبيرة الأمريكية بالذات. ففي شركة كيلوكس طلبت أنها تشترينا أكتر من مرة. بعد كده يعني كان في ضغوط أن احنا نبيع اللي هو ماس فود. ماس فود جروب باعت كلها. اللي هم 3 شركات باعوا لشركه كيلوكس فعلا في الوقت ده سنه 15. تمام. بعديها كان لابد ان الواحد يفكر طيب هنعمل ايه بعد كده. فكان في فكره ان احنا لازم نخش في صناعه جديده برضو،
الجديده ما جاتش فكره انك انت بعت بقى واقعد استريح. لا، ورغم ان انا كنت سني يعني ربنا يكبر يعني كنت داخل على 70 سنه، انما قلت لا نعمل حاجه تانية. تمام. نعمل حاجه تانية. طب العالم كله شغال بمخبوزات مجمده. ايوه. 85% من انتاج المخبوزات في العالم بيتم في مصانع، ما بيتمش في افران فرن او بيكري صغيره. لا، المصانع بتنتج تدي للبيكري، البيكري عنده تلاجة او فريزر بيحط فيه الحاجة، بعد كده بيطلع يسوي الكمية اللي هو عايزها او بيبيعها. العالم كله كده، الفنادق شغالة كده، المطاعم شغالة كده، الكوفي شوبس يعني شغالة بنفس الطريقة، بتاخد مجمدات من الخبز او الكرواسون او الباتيه او الباو شوكولا، كل الكلام ده بيروح لها متصنع في مصانع ومجمد. تمام. الفكرة كانت فكرة عجبتني انا وابني الحقيقة جدا. نزلنا لفينا على شركات ولحد ما جبنا خطوط الانتاج اللي حضرتك شفتها في المصنع. كانت خطوط رائعة. المانيا واليابان تقريبا. المانيا واليابان الحقيقة. المكن الخط حضرتك شفته ده ياباني. الخط الثاني الماني سويسري. تمام. الخط الياباني ده من اكبر شركه في العالم تقريبا يعني. برضو جميع المعدات اللاحقه لخط الانتاج عشان عمليات التخمير وعمليات التجميد اللي بنوصل بيها لماينس 45 درجه. كل الكلام ده برضو ده اوروبي بقى، من شركات اوروبيه متخصصه في مجال التجميد والكلام ده. بس انا كنت فخور بحاجه يعني، وارجو تصحح لي لو ده صح او غلط، ما كانش في عامل اجنبي واحد. لا، مفيش. كله مصري. كلهم مصريين، كلهم ناس زي الفل الحقيقه. قلبهم على الشركه وقلبهم على المصنع. استعنا بخبرات المانيه في الاول. تمام. مش عيب. لا مش عيب. استخدمنا حد الماني، ولكن برضه هكون صريح جدا معاك. هقول لك ان ما كانش متوقع منه ده، كان متوقع احسن من كده. وبالتالي كان كفايه عليه المده اللي قضاها، وقلت له شكرا ومشي. وبدانا احنا مصريين اللي نشتغل، وانا بقول لك طلعنا انتاج احسن منه. هو كان بيحاول احيانا يعمل مشاكل عشان يستمر يعني. يحسسك باهميته. فما كانش ينفع بقى، كان لازم نعتمد على نفسنا ونشتغل، وده اللي احنا عملناه. طلعنا انتاج جميل جدا جدا. والحقيقه خبرات كتيره دخلت علينا. مصريه. ساعدتنا برضو ان احنا نشتغل ونكبر. وانا سعيد جدا جدا بالناس اللي موجوده معانا. بقول ربنا كرمنا بناس قلبها على الشركه وقلبها علينا، وبتساعد ان احنا ننمو. ده بيحبوك قوي. انا بيحبوك قوي بطريقه مرعبه. بص، يعني العلاقه ليه يعني كل ده؟ انا هقول لحضرتك. العلاقه بين المدير، بلاش نقول المالك. تمام. لان احنا شركه مساهمه. تمام يا فندم. المدير و العاملين في الشركه لابد انها تكون علاقه جيده جدا، لان العلاقه دي اللي بتخلي الناس قلبها على الشركه، بتخلي فيه انتماء. انا سبت ماسفود، كانت العماله اللي شغاله معايا كان بقى لها 36 سنه معايا لما انا سبتهم. ايوه فندم. انا بعت الشركه كان العماله دي بقى لها 36 سنه. ايوه. موجوده معايا ليه؟ لان هم مبسوطين من الشغل ومرتاحين لي، وانا براعيهم. حد مريض او عنده مشكله ببيته، انا كنت براعي هذا الكلام كله. طبعا. وده الشيء الطبيعي انك انت تراعي اللي حواليك. طبعا. نخش في المخبوزات. المخبوزات المجمدة يعني احنا زي ما بنقول العيش بنخزنه فين في بيوتنا؟ في الفريزر. كلنا، كل البيوت تخزن في الفريزر. ده انا عندي في الفريزر وفي الديب فريزر، لازم ادراج وفي الديب فريزر. يعني انت بتخزن مجمد. تمام. طيب انا بصنع التجميد هنا، ده هو فقط لزيادة العمر. حضرتك بتخزن ليه؟ عشان مش هتاكله ثاني يوم. عشان هتاكله الاسبوع الجاي مثلا. حصل. فبتحطه في الفريزر. أكيد. يعني بتجمده. انا بعمل كده، انا بصنع المعجنات من مثلا مخبوزات بصورة عامة. عيوش او غيرها. دي واحطها يا عجينة يا مستوية نص سوا في الفريزر. وعندي فريزرات جامدة يعني، انا بعمل فريزنج مثلا على ماينس 45. تمام.
وبعد كده تنزل بقى للمخازن، المخازن ماينس 21. تمام. تستمر في المخازن لحد ما تروح للعميل. تمام. مخبوزة بالكامل لبعض الشركات بتاخدها مخبوزة، او ان هي نص مخبوزة، يبقى هو هيكمل الخبيز. هي مش نص مخبوزة، هي تلات ارباع مخبوزة، اديها له يحطها في الفرن 5 دقائق على درجة حرارة 180-200 تستوي معاه، ويبقى هو ضامن ان هو عاملها في بيته. ويشم الريحة بتاعة الخبيز في البيت. وديت مهمة جدا جدا. وياكل عيش المخبوز دلوقتي طعمه مختلف عن المخبوز امبارح ولا اول امبارح. فعشان كده دي انتشرت في العالم كله، حتى زي ما بقول لك المطاعم، الاوتيلات، الكلام ده كله، ده بيبيع لك حاجه لسه مخبوزه دلوقتي فريشلي بيكت. ليه؟ علشان لما بتاكل حاجه مخبوزه دلوقتي تختلف عن المخبوز من 3-4 ساعات. بتدينا طعم الفريش كمان في وقتها، في ثانيتها، يعني لما بنحطها مختلفه تماما. يعني الطعم مختلف تماما انك تاكل حاجه انت عاملها دلوقتي، اذا كان في البيت او في المصنع، او قصدي يعني في المطعم او في الاوتيل. يعني الحاجه، الشغل بتاع حضرتك مش بس معجنات، لا بيبقى فيه مخبوز ونص مخبوز. طبعا. طبعا. وفي بيتزات. وفي بيتزات. طيب احنا معانا صور نبص كده وتعليقات سريعه كده من حضرتك. احنا بنصنع شوكولاته. فبتتباع كيلو و 5 كيلو و 10 كيلو. ده بدانا في الحلويات بقى. أيوة. اللي هو كل اصناف الجاتوهات، البسكوتات او الكوكيز، يعني الحلويات بصوره عامه. ترط، احنا واخدين عمليه ترط كبيره مع من احدى الشركات. دي الزبده، دي الزبده اللي بتخش في الشغل بتاع اللي حضرتك. بتخش في الشغل بتملاها زبده، انا شفتها مليئه مغرقه زبده كتير. طبعا كميه. يعني مكلفه 30%. 30% نسبه الزبده، 30% في القطعه. رائع. طيب والصوره الثانيه هنشوفها دلوقتي. دي الزبده هي بتتحرك ببطء عشان تخش جوه المكنه. بتتكبس وتخش على الخط. عشان كده انت شايفها بطيئه شويه. هي بعد كده بتخش على الخط، ويمكن نشوفها دلوقتي عشان دي ايه؟ دي البيتزا. دي بقى البيتزا، اصناف البيتزا. اربع بنعمل انواع. بنعمل 4 انواع من البيتزا او 5 انواع. من البيتزا عشان نرضي كل مستهلك يعني. ودي بتتباع باسعار، يعني النهارده انا كنت ببص الاسعار المنافسين. لا، احنا اقل اسعار في السوق. ده الفرن بتاع العيش، وده كان ساعتها بيظبط الحراره بتاعته اللي هو المهندس. اوكي. ده الكب كيك. ده هنا بقى ده مافنز وكب كيك. ودي برضو القسم بتاع الحلويات. ده لما احب اكله الاقيه فين يا فندم؟ لا، ده بنمرده للكافي شوبات، للكافي شوب بالظبط. تمام. كافي شوبس وحاجات كده. لا، ومطاعم. لا، انا عرفت كمان ان حضرتك بتورد لشركات طيران. بنورد لشركات طيران. مصر للطيران. يعني لما انا قاعد او لما اكون انا هناك مسافر باكل حاجه حلوه تبقى جايه من عند حضرتك، ده غالبا يعني جايه من عندنا. تمام. وديت دي مخبوزات اخرى. فيها عيوش. ايوه، العيوش. عيوش مخبوزه بالكامل او نص مخبوزه. في نيه خالص، في مخبوزات لسه مش مستويه اللي لونها فاتح ابيض، ودي متعبيه وتنزل السوبر ماركت. يعني دي عبوات بتنزل السوبر ماركت للمستهلك، السوبر ماركت الكبير الهايبر ماركت في الغالب، لان الاستعدادات في محلات البقاله ضعيفه، ما فيهاش فريزرات. تمام. ده ايه؟ ده برضو بعض المعجنات، باي محشيه، هي معجنات محشيه بجبنه سبانخ، وزيتون، محشيه بسبانخ، شوكولاته، محشيه بشوكولاته. دي شفناها دي فعلا. رائعه. دي معجنات مختلفه. باحجام مختلفه، يعني حجم ال 100 جرام، حجم ده حجم صغير. ده عيوش بتروح لشركات برضو. العيوش دي في شركات كبيره انا عرفتها، مش عايز اذكر اسمها، بحضرتك بتديها لها مباشره. فروعها كتير جدا في مصر. وده ده كرواسون. كرواسون ده برضو هينزل السوق اليومين الجايين دول. ده كرواسون برضو انا بورده يعني للكافيهات وكده. وللشركات كبيره. ولكن اللي هينزل السوق هيبقى مش مستوي، ناي. وانا متعمد. وانما فرمنتد، يعني مخمر. بحيث ان المستهلك انا عايزه يحطه في الفرن. يسويه بعد ما يفك خالص وياكله فريش. هياكله فريش، طعمه مختلف تماما يعني. تمام يا فندم.
دي بعض الجاتوهات اللي بنعملها برضو. منها البورز ومنها يعني اصناف من الحلو اللي احنا بنعمله في المصنع. والحلويات ما كانتش يعني في الاول عايزين نعملها، انما لقيت عليها طلب فعملناها. وبكبر بقى الالات الخاصه بيها. ده عليها طلب، والبشمهندس محمد قال لنا ان في خط جاي فيه 1000 تورته هيتعمل في اليوم. ده يعني انواع من التشيز كيك والشوكليت كيك صغير، وهنعمل منه وبنعمل منه حاليا الكبير كمان. اللي هو ال 24 وال 27 سم 26 سم. زي ده. ده تشوكليت كيك، وده اللي جنبيها دي تشيز كيك. ايوه. ودي برضو بتروح شركات. ايوه شركات. يعني الشركات بتطلب بال 500 تورته. بتطلب كميات يعني. كميات كبيره فعلا. بتطلب كميات كبيره بتروح لها. ده خط الانتاج. خط الانتاج والمصنع. يعني انا لفت انتباهي ان هو انا كاني كنت في مستشفى، وعقمونا ولبسونا على راسنا طبعا. ولبسنا بلطو، ولازم اغطي ودني وحاجه كده، كان وقلعونا الساعه بره. ده صحيح. ايوه دي شروط. احنا واخدين شهادات بريطانيه ومصريه ويعني شهادات كتير عشان نقدر نصدر ونقدر ندي لشركات اجنبيه موجوده في مصر. انا شفت مكنه ما فهمتهاش، بيقول لك ايه مكنه الكشف عن المعادن. معادن ايه؟ طب احنا داخلين المطار. لا ايه كشف عن المعادن دي في منتهى الاهميه. ايه بقى في مصانع الاغذيه؟ ان احيانا بيبقى صاموله وقعت، ورده وقعت، مسمار فك من مكنه، اي حاجه. فانت لازم قبل بعد ما عبيت خلاص تعدي العبوه ديت على جهاز كشف المعادن حتى تتاكد ان ما فيهاش اي معدن جواها. اللي هياكلها ما فيهاش حاجه. فلازم يعدي على جهاز كشف المعادن، وده من شرط من الشروط الشهادات الكبيره. واحنا معانا الشهاده دي. واحنا معانا هذه الشهادات. طيب شهادات مش شهاده. طبعا طبعا. انا كل مصنع كنت باخد الشهادات دي على فكره. طيب انا مدام قاعد مع قامه صناعيه زي حضرتك ومعانا الشهادات دي، احنا مستقبل تصدير المنتج الجميل دوت ايه؟ اكيد جاي. اكيد جاي. اكيد جاي بعد الكورونا. اكيد جاي بعد كورونا. اكيد جاي. اكيد جاي. انا مصدر، انا مهنتي مصدر اصلا. مهنتك مصدر جنب التصنيع. التصنيع كنت بصدره برضو. يعني المهنه الاساسيه مصدر. طبعا. وبتصنع اللي هو يعني لا بصنع للسوق المحلي وبصنع للتصدير. لان الطاقات الانتاجيه بتبقى كبيره. استغل وجودك والجمهور. افريقيا ايه اخبارها في التصدير؟ افريقيا مهمه جدا. افريقيا قاره ايوه ما عندهاش صناعه، والصناعات اللي فيها خفيفه جدا جدا جدا. عندها خامات ممكن تستورد منها خامات، لان تبادل السلع مهم جدا جدا. حلو. وانك انت تصدر لها منتج مصنع سواء اغذيه او غير الاغذيه. وانا كنت طلبت زمان ان احنا نعمل معرض متجول في افريقيا. الله. توضبه احنا مصريين. أي. نشغل معانا هيئه المعارض. تمام. بطريقه اللي احنا عايزينها. طبعا. عندها الامكانيات من الاستندات. يعني افريقيا تفتقر لاستندات جميله. فهتروح في افريقيا مش هتلاقي تعرف تعمل معرض. احنا حاولنا قبل كده. لان مفيش حاجات بتاعت معارض. تمام. يعني الاستندات بتاعت المعرض مش موجوده. المعرض هيبقى فقير. المعرض هيبقى فقير قوي. فانما هم محتاجين. فاروح المعرض باستنداتي بمنتجاتي. باستنداتي بمنتجاتي. استنداتي انا كنت اقترحت قبل كده. ان هيئه المعارض تقوم بعمل جوله. عندها الاستندات، عندها مخازن فيها استندات بالهبل لا تستغل، منها سويسري ومنها الماني. انا بقول لحضرتك نوعيات هايله. فاحنا نحطها في كونتينر ونطلعها تروح تلف دولتين ثلاثه في افريقيا، معرض متجول لاكثر من دوله. انا بقترح كينيا واوغندا، ويعني الدول اللي احنا كنا اشتغلنا معاها. انا اشتغلت افريقيا. طب ليه ما تنفس؟ ليه ما تنفس؟ انا عشان بس بقول لي ناقص 4 دقايق كالعاده كده بيعفرطوني. معلش. وكلامك جميل وعايز اكمله. ليه ما تنفس بسرعه؟ ما تنفسش اياميها يعني، يمكن ظروف البلد والتغييرات. ده سنه كام يا فندم؟ يعني ما كان في 2011 او 2010 2011 لما طلبت الكلام ده، فكان في صعوبات. طب احنا فاهم قصدي؟ احنا طبعا والناس كلها فاهمه قصد حضرتك. احنا دلوقتي في 2020 وعندنا السياسه اتغيرت. انا بقول ده ممكن جدا ان هيئه المعارض عندها الامكانيات. لو احنا وضبنا اماكن كويسه لعمل معرض مصري، ممكن يكون بين اكتر من مجلس تصديري، صناعات غذائيه. على فكره
محتاجين هم التلاجات والافران والغسالات، الصناعات الهندسيه مطلوبه جامد جدا جدا في هذه الدول. فاحنا نروح لهم بمجموعه صناعات، مش بس انا بقول غذائيه، لا ده احنا نروح بصناعات اخرى متطوره، نعمل معرض كبير لمصر، مش لازم يكون في كل الصناعات، ولكن الصناعات اللي احنا نحس ونعرف من دراساتنا ودراسه المكاتب التجاريه في السفارات المصريه الموجوده هناك، هي احنا اللي هناك، هي مرايتنا الموجوده هناك، هي اللي بتقول لنا كل حاجه عن هذه الدول. والنهارده المعلومات متاحه عن طريق الانترنت، تخش على اي دوله تجيب كل الاستاتستكس اللي حضرتك عايزها بتلاقيها موجوده، ممكن تدرسها، والمكتب التجاري بعلاقاته مع هذه الدوله ممكن يساعد جامد جدا جدا. يعني حضرتك بتتكلم على المصنوعات، احنا كان عندنا مهندس قامه زي حضرتك في التصنيع بيصنع المكن ويصدره ل 13 دوله، المهندس جاد زكريا، وفرنسا، وصدر لالمانيا. يعني الراجل ده صدر لالمانيا وصدر مكنه للدنمارك ورجعت لنا تاني. دي المشكله. طب ما نودي الناس دي هناك؟ يعني احنا مش لازم العلماء بتوعنا والمبتكرين بتوعنا يطلعوا بره ويبتكروا هناك زي المهندس هاني عازر العظيم في المانيا وجبناه وعمل لنا الانفاق، يعني ظبط الانفاق. ليه ما نعملش كده؟ الراجل عايشين هنا، ليه ما ناخدوش يروح هناك الحاجات دي تتصنع، نصدر المنتجات بتاعتنا؟ ما احنا عايزين نصدر منتجاتنا، يعني عايزين احنا ننتج، لان لازم ننتج في مصر. عندك عماله جيده جدا جدا، عندك خامات، عندك كهرباء، النهارده عندك طرق، انت عندك كل حاجه. يعني الدنيا اختلفت تماما خلال الكام سنه اللي فاتوا، فده حاجات كلها تدعم الصناعه، تدعم الاستثمار في مصر. خلينا نبص لها من الناحيه دي. ايوه ان الطرق اللي اتعملت، الكهرباء، الصرف، الميه، الكلام ده كله ده دعم للاقتصاد، دعم للاستثمار، اذا كان استثمار المصريين اولى ببلدهم يستثمروا فيها، او الاجانب اذا كان عرب او غيرهم. فاذا البنيه التحتيه بقت متاحه وموجوده ومتوفره لاي مستثمر عايز يشتغل ينتج في مصر. عندنا ايد عامله، احنا 100 مليون نسمه. كنا بنروح نشتغل في الدول العربيه، لا، مصر اولى بيك، اشتغل فيها وانتج فيها واقبض منها، خد حقك. بس كمان لازم نصدر عشان نجيب عمله صعبه. طبعا ده تصوري. والتصدير من احسن الوسائل في العالم انك انت تكسب من وراها، جنب السياحه، السياحه كويسه جدا. احنا كنا في وقت من الاوقات كانوا السياحه كانت بتجيب يعني 13 مليار، ده في اقصى حاجه، وكان الصادرات جايبه اكتر من كده، مش عايز اقول كده يعني. طبعا الصادرات غير البتروليه، غير البتروليه، انا بكرر تاني، كان بيجيب اكتر من كده. اذا التصدير في منتهى الاهميه. طب احنا معانا نص دقيقه، نكلم مين من شعب مصر عشان اللي حضرتك ضرر الالمازات اللي بتقولها دي تتنفس؟ معلش انا دايما الحته دي يعني، ونبص للكاميرا ونقول في نص دقيقه اقدر اتكلم على الشباب، اهتمامهم بانهم زي ما انا عملت، ما تعينش انا وما دورش على شغلانه في حته، انا احاول اخلق شغلانه لنفسي. انا لازم انبش في الصخر واعمل شغلانه، ولازم افكر ازاي هعيش. انا واصحابي مع بعض نشترك نعمل حاجه صغيره، ورشه صغيره، الورشه دي تكبر تبقى مصنع كبير جدا جدا، طموحاتي هتخليها تكبر. انا عايز الشباب يتجهوا هذا الاتجاه. الصناعات الصغيره مهمه جدا جدا، العالم كله قايم عليها، الصين قايمة عليها، الغازية العالم كله. أنا عايز الشباب يعمل كده. بالنسبة للصادرات، الصادرات أنا بتمنى أن الحكومة فعلا تكمل دعمها للصادرات، تهتم بالمعارض الخارجية لأنها في منتهى الأهمية لإظهار منتجاتنا وعرضها في الخارج على المستوردين الآخرين عشان يقدروا يستوردوا بضاعتنا من مصر، ونقدر أن احنا نوزعها ونكون موجودين في جميع أنحاء العالم. وزيرة الصناعة مشكورة، هي مهتمة أنا عارف بالكلام ده، وأنا بطلب منها زيادة الاهتمام. الدعم اللي بيتصرف اليمين دول أدى دوره فعلا، بس أنا عايز أقول حبة من الدعم نخليهم للمعارض الخارجية. بنشكر علاء بيه البهي، قامة صناعية كبيرة جدا وقامة تصديرية، وزي ما قال الشباب ينبش في الصخر ويكون طموح علشان يقدر يعمل حاجة. ووجه هو آخر ثانية قال لك الدكتورة نيفين جامع، بنرجو تنظر للمصدرين
ونتمنى ان حضرتك تبقى موجود معانا تاني ان شاء الله، لان احنا استفدنا منك والجمهور كله استفاد من حضرتك. شكرا وبشكر حضرتك. شكرا اعزائي المشاهدين، وتصبح على خير.